مانيش نخراتي تركتو، مانيش نرقد، مانيش نبولكي تربحو، راني نمرض، مانيش ناكل، راني باغي نهبل، راني باغي نهبل كي تربحو. ابي نروح نتفرجها في السبيطار، الطبيب قال لي روح للسبيطار، لا طوسيو عطيه لي نكسم تعباتكم السعارين. كمل بيكم كمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واحد جزائري في واحد اللايف في التيك توك محيح البارح، كيف ما سمعتو ما كانش باغي المغرب تغلب البرتغال. ما عرفتش علاش هذا الحقد، علاش هذا المرض، فين باغين يوصلوا هاد الناس؟ ياك تقولوا حنا خاوة خاوة، وحنا يا جيران، وحنا يا أشقاء، وحنا يا خوت، وعلاش هكذا؟ علاش سبحان الله، علاش داير هذا الشيء كامل؟ غادي يهزوني للسبيطار وغادي نموت. ما تموتش اخويا وما دير حتى شي حاجه، هادو راه غير المغاربه غلبوا البرتغال والحمد لله، وان شاء الله في الماتش الجاي ضد فرنسا غادي نغلبوكم عاوتاني امام فرنسا، وغادي نديو الكاس، غادي نتاهلوا للفينال، وغادي نجيبوا الكاس ان شاء الله من قطر. باش يماك غادي تمشي للكومانيش. دابا راك كتقول بانك غير الطبيب قال لك اجي تنعس وراه لا طونسيون طاح لك، ولكن ان شاء الله يا ربي تفرحنا باش نزيدو نطيحوا لك الطونسيون باش تمشي للسبيطار وتنعس تما. خوتي العزاز غادي نمشي نشوفوا الاعلام الجزائري اش كيقول على المقابله نتاع البارح نتاع المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي. خوتي العزاز ماذا بكم تفاعلوا مع هذا الفيديو بشكل كبير. الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا مرحبا بكم خوتي الاعزاء، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوه دائما. تعالوا تعالوا مونديالي مثل ما يحلو لمحمد شيخي ترقيب ومحمد قاسي سعيد محلل قناه الهداف، اهلا وسهلا بك معنا اليوم. مساء النور ميدان. مساء الخير اذا محمد قاسي سعيد. اذا مشاهدينا الافاضل، قبل البدايه في الحديث عن مباراه المنتخب المغربي الفائز على منتخب البرتغال والمتاهل كما قلت انا فني اول مره في تاريخ كره القدم العالميه منتخب افريقي في نصف النهائي، كل هذا بعد هذا الجينجل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل. عمار عمور، المنتخب المغربي في النصف النهائي، مباراه ربما ما كانتش مباراه كبيره بالنسبه للمغاربه، مباراه لعبوها مثل ما لعبوا امام المنتخب الاسباني، لكن ربما باكثر مثل ما يقال بالفرنسيه ديبوش دينارجي مقارنه بمباراه المنتخب الاسباني في مواجهه منتخب برتغالي كان مرشح مثل كل دور على الورق. مره اخرى البرتغال يخرج من الدور الربع النهائي وكريستيانو رونالدو ملك بدون تاج. كل حال نظن بلي المغرب اداء اكثر من رائع، وتنبأنا المره اللي فاتت بزوج حوايج لتذكرت انا وكما كنا انا ومحمد، قلنا المنتخب المغربي راح يعيا اكثر لانه راح يلعب مع ايكيب بلو تكنيك ليسبان، دي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه قلنا لو كان يحسن من لاطاك رابي تاعو لا كونتر اتاك يحسن فيها، لانه دائما يدير لو بلوك با هذاك، لو كان يحسن من لا كونتر اتاك ولا ترانزيسيون تكون مليحه نضبلي يقدر يدير دي حوايج دي ميراكل. نضبلي اليوم حتى الهدف نضبلي جا من كونتر اتاك، وصل شحال من خطره بكونتر اتاك للمرمى المنتخب البرتغالي لكن لم يسجل. بالنسبه للمنتخب البرتغالي، المنتخب البرتغالي نضبلي حتى قبل المنافسه كان منتخب اللي كان حاب ما عندوش ان اوبجيكتيف باين يدي كوب دي موند ولا، ولكن كان حاب يوصل اوصل لابعد حد. نضبلي ابعد حد كان هو الربع نهائي، لكن خسرته اليوم مع المنتخب المغربي نظن بلي اثرت عليه. بالنسبه لرونالدو، رونالدو نظن بلي اخر كوب دي موند ليه ما عندوش ان اوبجيكتيف بدون تاج. لو كان جا بن شابير هنا يقول لك فرحان باسكو كريستيانو خرج وميسي كاليفا. صح، نسلموا على شيخي وعلى دامين، ولكن نظن بلي المنتخب المغربي يستاهل المره الثانيه مع منتخب كبير بعد المنتخب الاسباني. طريقة لعب تقريبا نفس الطريقة 4-1 4-1 4-1 4-1 رائعة جدا. المنتخب كامل كان ممتاز، ولكن لازم نهضروا بزاف على مرابط اللي كان اداؤه اكثر. انا نظن بلي احسن لاعب في المباراة ماشي احسن لاعب في المنتخب المغربي فقط. نعم، المباراة الثالثة على التوالي ولا الرابعة، نور الدين مرابط، حسين مترف، انت اللي تعرف جيدا منصب وسط الميدان، وايضا محمد قاسي سعيد اللي كان منصبك لما كنت لاعب، انك تلعب بهذا المستوى في تقريبا كل الدورة منذ مباراة كرواتيا، مرابط في نفس المستوى يقدم مباريات رائعة جدا. ان غوس ديبوش دينارجي يعني ما تقدرش تتصورها فوق ارضية الميدان لان انه منصبه يطلب ذلك، ايام الاسترجاع قليله والمباريات متتاليه، لكن شفنا مرابط دائما في الحاضر ودائما يعطي ذلك الدفع لزملائه من اجل ان يكون يعني اول جدار قبل محور الدفاع. شوف، اولا نهنئ المنتخب المغربي والشعب المغربي على بلوغهم للدور النصف النهائي لاول مره في تاريخ الكره الافريقيه والعربيه. انت تكلمت تقول يعني خرجوا البرتغال، ولكن ما ننساوش كان يتخرجوا الاسبان بعد 120 دقيقة
خرجوا بلجيكا اللي كانت عندها المرتبة الثالثة على ما أظن في 2018. نعم، وتعادلوا مع كرواتيا صاحب المركز الثاني، وتعادلوا مع الوصيف وصيف نعم. بطل العالم وراه دومي فيناليست. وهذا كاع هذا كاع في ظل غياب ما تنساش ميدو زوج مدافعين أساسيين اللي هو مزراوي تاع الباير اللي ما لعبش أغراد، وأغراد اللي ما لعبش أيضا، وزيد زيد خرج سايس خرج، وزيد الإقصاء تاع المهاجم اللي دخل اعتقد بانه عاد بالفائده على المغرب اكثر من وجوده فوق ارض الثمانيه وخمس دقائق لا بصح شوف ميدو خمس دقائق اقصى، والمنتخب المغربي عرف كيفاش يحافظ على النتيجه. كانت مقابله تكتيكيه ما بين المدربين كانها لعبه تاع الشطرنج، وين الركراكي كان اقوى من كان اقوى من المدرب البرتغالي. نعم. لما تكلم على وسط الميدان المرابط لاعب ذكي يعرف كيفاش يقسم القوه ديالو لما يكون في دون سيتياسيون فافورابل بكاع الامكانيات تاعو، وفي بعض الاحيان يعرف كيفاش يسترجع القوه ديالو. رغم ان كل المقابلات كانت قويه للمنتخب المغربي، ولكن المدرب تاع الركراكي يعرف كيفاش يسير مع هذا المنتخب وهذا اللاعبين. اليوم كما قلت لك عمار كل شيء ممكن، راه على بعد مقابله واحده باش يمشي للنهائي راح يمد كاع واش عنده باش يلحق للمباراه النهائيه. نعم حسين المترف، منتخب البرتغالي تصور لما نشاهدوا على الورق قائمه 26 اللي اختارها فرناندو سانتوس لهذا المونديال كلها اسماء كبيره تقريبا، تروح مركز ظهير الايمن دالوت رفقه كونسيلو، ظهير الايسر نونو مانداس وغيريرو، محور الدفاع بيبي بالخبره الكبيره روبن دياس، وسط الميدان أوتافيو فيتينيا روبن نيفاش برناردو سيلفا برونو فرنانداج جوا فيليش، الهجوم بدون حديث ليال وجود كريستيانو رونالدو غونسالو راموس. ما تشكش بلي نطرح لك سؤال من هذا الجانب ثم اتركك تتحدث بحريه عن المنتخب البرتغالي، هل تعتقد بان الفوز ب 6-1 على المنتخب السويسري غرور تسبب في اصابه لاعبي المنتخب البرتغالي بالغرور، ربما وضعوا في راسهم انهم سيلعبون امام المغرب، اذا التفكير يبدا في النصف النهائي من الان؟ اولا قبل كل شيء يعني مبروك للمنتخب المغربي اللي يعني حقق انجاز تاريخي بالنسبه للتاهل تاعو الى الدور النصف النهائي في كاس العالم. نشوفوا المباراه يعني كانت تسير يعني في اتجاه واحد، لكن الشيء اللي غير يعني منحنى المباراه هو الهدف اللي سجله المنتخب المغربي، سجله في وقت جد حساس نهايه الشوط الاول، ومعروف باللي كي تدخل يعني للغرف تغيير الملابس وانت فايز ب1-0 راح تعطيك يعني كمدرب راح تعطيك يعني الحريه باش تدير اختيارات جد ذكيه. نشوفوا باللي الشوط الثاني المدرب بركراكي هو اللي فاز بالمباراه، نشوفوا التغييرات تاعو كانت فيها نوعا ما من المغامره، ونشوفنا يعني دخل اللاعب تبليسا يعني ستوبر سايس دخل مكانه اللاعب داري لاعب براس شرف داري لاعب براس. نشوفوا في دخول لاعب داري كانت لقطه جد يعني سانحه لتسجيل للمنتخب البرتغالي في اللاكس، وين راطاو يا راموس ضيع هذيك الكره بالراس. نشوفوا واش دار تم ركراكي، ما امنش زاد واحد في اللاكس، زاد دخل لاعب بانون ولا بانون يعني ولاو يلعبوا ثلاثه في اللاكس، ولا يلعب حكيمي اكسوندري دروا واغوش لاعب تاع الوداد البيضاوي بن عطيه هذاك. ونشوفوا يعني المنتخب المغربي يعني المدرب تاعو ساعد بكثير اللاعبين تاعو، هذا هو الدور المدرب. نشوفوا هنا المدرب في الشوط الثاني كان عنده اضافه جد يعني حساسه، ومع هذا ميدو كي ولا للوراء ما ولاش للوراء باش يعني يولي للوراء ويتحمل عبء المباراه. نشوفوا باللي المنتخب المغربي ولا للوراء في امومون دوني، ثم عاود استرجع يعني الوسط الميدان وين دار هجمه معاكسه كان قادر يسجل الهدف الثاني، وين شفنا الانفراد تاع لاعب المنتخب المغربي البديل، وين راح يعني راس مع راسي مع الحارس. كيف ما سمعتوا معنا اخوتي الاعزاء الفيديو ديال اليوم هذا كنتمنى باش يكون عجبكم، شكرا لكم بزاف وسمحونا لكم طولنا عليكم. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم اخوتي الاعزاء، اشتركوا وفعلوا الجرس، غادي نخليكم اخوتي حتى الحلقه اخرى ان شاء الله ديما مغرب والصحراء المغربيه. السلام عليكم.